الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا النهاردة ان شاء الله مع تجربة جديدة لشاب، احد الشباب من عندنا من قرية الطيبة، ايمن عبد النبي حمدي. ده ناس جيراننا طبعا، وانا متابع معاه من فترة طبعا، من ساعة ما جاب العجول ديت وهو احنا شغالين مع بعض بالاتصالات. بس انا طبعا النهاردة جيت عشان خاطر في عجل من العجول اللي عنده شوية اسهال، فانا جيت اجرحهم، وما شاء الله عجبني معدل التحويل جدا في العجول دي. طبعا جايبهم من مزرعه من مصر، من طريق في مدينه السادات، مزرعه طبعا بتبيع عجول رضيعه عمر يوم. هو جابهم عمر يوم، حاليا عمرهم 40 يوم تقريبا، بسم الله ما شاء الله يعني. فشاطر في التربيه، حسسني. شايفين انت اللبن، شايفين بيعملوا على اللبن، هم لحد دلوقتي بيرضعوا لبن، بسم الله ما شاء الله. شايفين حاجة كده تحفة، ما شاء الله ما شاء الله. شوف هما بيتخانقوا كده على الرضاعة. طبعا شايفين انتوا معدل التحويل بتاعهم، شايفين الجسم بسم الله ما شاء الله، سلالات حلوة. طبعا جابهم ايمن عمر يوم من 40 يوم تقريبا حاليا، 40 يوم النهارده، وجبت السرسوب بتاعهم معاهم. بالظبط كده، هما كانوا خدوا يعني طقطين. بالظبط كانوا خدوا طقطين، وكان في منهم عجل برده كان اديله يومين ثلاثة، كان اخد سرسوبه كده بزيادة. ده بالنسبة العجل ده هو اللي دي يعتبر كان موجود اديله بتاع 10 ساعات بالظبط يا دوب. ساعات خدته كان اخد طقطين، والثالثة كملتها هنا كده. هما ادوك السرسوب معاه في ايديهم وجاب. بالظبط لازم يكمل وجبة السرسوب بتاعته اللي هي يومين، يعني ما تروح كده من اكتر من ثلاث وجبات. طب هم كويس ان هم ادوك سرسوب معاهم بحيث انك انت تكمل الجرعه بتاعتك، لا ده كان عشان المناعه الاميه بتاع بالظبط يعني. ولما اخد سرسوبه كامل زي ما انت حضرتك شايف ما تعبنيش هنا في اي حاجه يعني. بصراحه العجول دي ما خدتش ابر لحد دلوقتي، ما فيش غير العجل ده اللي حضرتك تابعته معايا بفضل ربنا يعني. بس الحمد لله. لا 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 والله يعني هو ممكن شهادته تكون فيها تجريح شويه، بس بفضل الله بفضل الله والله ما حد جاب معانا نتيجه الا حضرتك يا دكتور يعني. الحمد لله والله، الحمد لله يعني بدا كده اكله بقى كويس جدا، وبدا الحمد لله كده زي ما بتديهم ايه لبن والله يا دكتور مقصر معاهم شويه في اللبن جدا يعني، اللي هو بديهم يعني المعدلات البسيطه، لكن لو يعني حوالي كيلو كيلو ونص كده في الوجبه يعني، لما تروح من 3 يعني كيلو يعني بتدي 3 في اليوم. هم لو طالوا 6 هياخدوا دول، لو طالوا 6 هياخدوا هيتقبلوا لحد 7 8 كيلو كمان والله. والله طب يعني ما فيش بقره ام كده ممكن ترضعها عليهم بدل ما تتعب؟ والله هم جابلين اي شيء يا دكتور بالنسبه لهم هم، لكن عندنا البهائم البلدي ما بيقبلش حاجه تحتيه، ممكن حاجه كده يعني ترفص وتسك يكون في اذى ليه طبعا ان شاء الله. لكن حضرتك زي ما انت شايف يعني هو متقبل اي حاجه. طب وعلف بتديهم ايه؟ يعني علف بالنسبه للعلف بيكون يعني في الاول اديتهم علف الوطنيه، بتدي نص كيلو ولا كيلو؟ هم جابلين برضو معايا لحد 3 كيلو، العجل جاب لحد كيلو في السن ده النهارده 40 45 يوم بالظبط، جابلين لحد كيلو. بياخد الواحد منهم بياخد كيلو في اليوم؟ بياخد، بس انا والله ما بدي نص. والله والله ما بدي يعني، ما بقى يعني العلف غالي وكده، فما بدي اللي هو بس ايه، بس خساره السلالات دي، خساره انك انت تقصر معايا. هحاول ان انا ما اقصرش معاك لازم، اصل دي السلاله دي بصراحه هتفرق معاك جامد لو غذيته. اصل اهم حاجه التاسيس بتاعك انت ده. بالظبط يعني بالزبط. التاسيس ده هو اللي هيكمل معاك لحد العمر الوزن اللي انت عايزه. بالظبط بحاول والله يا دكتور، بس طبعا انت عارف يعني بديهم اللبن اللي هو المتوسط. ايوه انا ما بديهمش اللبن الكامل بس المتوسط يعني، والحمد لله. المزرعه دي قلت اللي في السادات هي؟ في السادات، مالتي كوميرس، تبع لمجمع البان الجيش، شراكة ما بين الجيش بين الجيش واصحاب المزرعة ده يعني. العجول دي بتبقى تلقيح خارجي، النت تلقيح اصطناعي. بتبقى اصطناعي، بس يعني دي الامهات دي جايه عشر من بره بتولد هنا كده، اول يعتبر اول جيل ليها هنا حاليا. طب جبته بكام ده؟ ده جبته هناك في المزرعة والله كان واجع عليا ب 6.5 النجلة طبعا يا دكتور. ما فيش حد جاب معاك ولا انت جبته لوحدك؟ لا جبته لوحدي والله يعني، لان في بالنسبة للنجلة بالظبط كده بس ان شاء الله ربنا يكرمك فيهم. لا الحمد لله والله يعني، الحمد لله يعني ماشيين معايا كويس وحاجة محترمة. ناوي يا دكتور يعني ممكن تفضل لي ان انا اجيب نتايات من دي يعني، لان انا عايز اجيب نتايات اكيد. ايه المشكلة؟ نجيب نتايات ونربيها وان شاء الله ناخد منها نتائج وتبقى كويسة كمان. يعني النتاية ان شاء الله في دي حاجة كويسة. يعني لا سلالات حلوه، اديك شايف العجل معدل تحويله بسم الله ما شاء الله. لا والله يعني يعني ده 40 يوم. ده 45 يوم بالظبط. وروك عجول هناك نفس الصنف ده بالظبط، شفت عجول يعني عمره 18 شهر كانت يتراوح اوزانها يعني من 1200 1300 حاجه محترمه. طن ايوه طن و200 طن 18 شهر 18 شهر بالظبط لحد 22 شهر.
يبقى انت دخلوك المزرعه بقى وشفت. دخلت هناك يعني بتوع المبيعات بصراحه ما قصروش معايا، وروني كل عن كل اعمار، حتى الى عمر شهرين عمر ثلاثه شفتها هناك حاجه يعني، يمكن مع اهتمامهم هم واللبن الزياده في فرق جامد بصراحه يعني. هناك بيدوا لبن بنسبه تركيز عاليه طبعا، بيدوا العجل حقه هناك. بيدوا العجل حقه، لكن هنا احنا عاطين الحاجه للقليه المتوسط بس. بسم الله ما شاء الله يعني، مع اكل البرسيم وكده يعني عجل بدا يتلقط برسيم دلوقتي. بالظبط اكيد، من يعني كيف. على عمر عمر 27 بالظبط كان بياكل برسيم. بسم الله ما شاء الله يعني، بخلاف اي حاجه. طب هم قالوا لك النتايات بكام هناك اللي عمره يوم؟ يعني لا، هم النتايات عاملين فيها زي موضوع احتقار شويه كده، ما بيطلعوش بسهوله. ما بتطلعش بسهوله يعني، الا حابب وشايف ان ده حاجه مربحه جدا وانتاجها حلو بيضطر يدفع في النتال عمر يوم حوالي 14000. يا الله 14000، ولو عايزها عمر مثلا شهر بيضيف له على اليوم 100 جنيه حاليا. اليوم 100؟ اليوم 100، وثمنها بنت يوم 14000. ثمنها بنت يوم 14000، بخلاف انت لو هتنقل بقى يعني اقل. لا والذكوره مالها يا عم، زي الفل بسم الله ما شاء الله يعني. لكن هو كمزرعه انتاج البان هناك، كمجمع انتاج البان، بيفضل ايه يا دكتور؟ بيفضل انه يستغنى عن الضغط. بالنسبه له هو بيفضل انه يستغنى عن الضغط، لانه هو مش منتج اللحوم يعني. هو اساسا مزرعه البان مجمع البان، فبيرغب النتاية هو اكتر، فبالتالي رفع ثمنها. لكن هو بيستغنى عن العجول. في ناس ممكن تطلع منتجين اللحوم يطلعوا في العجل حاجه اعلى من كده لما يهتموا بيها اكيد. ما ادكش الكارت بتاعه؟ مش شايف في نمره في ودانه ولا حاجه؟ ما بينمروش. لا كانت فيها والله يا دكتور، بس انا لقيتها تعمل نسبه عفانه في ودانه كده فرفعتها. شلتها. كانت الارقام موجوده معايا كل بيرقموها اول ما تتولد على طول. لقيتها هتاذيه شويه كده وهتجيت بصراحه شلتها، ما فضلتش انها تكون. ما وزنتش واحد ساعه جيه كان كام وزنه يعني اول ما نزل؟ لا وزنت بصراحه يعني، او كان في المتراوح يعني، كان عمر يوم ده اللي هو هناك كده اللي هو الابيض ده كان وزنه حوالي 37 كيلو ما شاء الله. دول ما وزنتهمش، حاسس ان دول كانوا اكبر شويه. لا دول كانوا اكبر، عجل ده يعني كان يتراوح من بتاع 45 كيلو. ابن يوم؟ ابن يوم. وده كان بسم الله ما شاء الله. على فكره يا دكتور العجل ده كان حجمه كويس جدا جدا يعني، كان يجي برده حوالي 45 كيلو، بس اهملت شويه معاه كده بفضل ربنا يعني. اديك شايف النتيجه بعد لا الحمد لله كده يعني، وقفت معانا فيه اللهم لك الحمد والشكر. لا الحمد لله فاق وعينيه بطلت تدمع. لا ما فيش حاجه من الكلام ده كله تاني بقى، الحمد لله بفضل ربنا يعني. الله يبارك لك يا ايمن بصراحه حاجه حلو. بس انا انصحك بشويه رده او شويه دشيشة شامي بالطبع، او علف بادي، اي نوع بادي. لا احاول اجيب لهم علف بادي لانهم انا اكلتهم يا دكتور يعني، اصل هم جعانين مش شبعانين لبن. لا مش شبعانين لبن، مش شبعانين، فحاول ادي بدايل. وهم اكلوا من اخذوا مني برضه علف فراخ. تمام برضه حطيتهم علف فراخ بادي 21% بياكلوا فيه بكميات كتيرة، بس انا مش موفر لهم الكميات دي بصراحة. لا بصراحة انت طالما بدأت المشروع ده كمل بقى عشان نقدر ناخد منهم سلالة ان شاء الله. والله كانت تعليماتك، انا اخذت الخطوة والدفع منك انت في البداية، وفضل ربنا ان شاء الله. ان شاء الله يعني ربنا هيكرمك. انا كنت اتمنى تجيب 10 منهم على قدر الامكانيات يعني ان شاء الله. يا دكتور بس انت خفت في البداية. ايوه فعلا ناس كتيرة خوفتك من الرضيع ده. ناس كتير خوفتني، وناس كتير قالت لا ده مناعة وحشة، وناس قالت، لكن بفضل ربنا انا ما واجهتش اي حاجه في المناعه، كل التقصير يمكن كان مني انا يعني. عشان الغذاء بس بالظبط كده عشان التابل. لا انت لسه ملحوجه، هي لسه ملحوجه، انت لا. تقدر تلم الدنيا وتقدر ترجع بيهم تاني احسن من الاول، بس شويه اهتمام باذن الله. يا دكتور هيكون تحت تعليماتك ان شاء الله كده يعني، وباذن الله نوصل بيهم لبر الامان ان شاء الله يعني. الله يبارك لك يا عم. لكن يا دكتور يمكن شايف حاجه زي كده 40 يوم، اديك حضرتك شايف يعني. البلد اللي عندنا ابن 40 يوم مش هيبقى طالع من الارض. اي حاجه صراحه من ده يعني. لا بسم الله ما شاء الله حاجه حلوه يعني. طب احب اطمن اي حد برضه ان موضوع المناعه ده يعني ما هو الا ادعاء على الحاجه دي، لكن الحاجه دي بسم الله ما شاء الله لا ما تفرقش. لا هو طالما خدت السرسوب من امه، ادوا لك السرسوب معاك ده، هو بياخد مناعه اميه، بعد كده هو ما بيحتاجش السرسوب في حاجه خلاص. لا ان اعلى نسبه امتصاص السرسوب في اول 3 ساعات اساسا، فهو بيقعد 3 ايام بيدي سرسوب كل وقايه بس. هناك من دكتور قال لي ايمن السرسوب اللي احنا بنديه لك ده بيكون مجمع من اكتر من بقره والده، فقال لي ده هيدي معاك نسبه مناعه اعلى. صحيح لكل الحياه، اصل السرسوب ده بيدي مناعه للعجل الرضيع ضد الامراض اللي خليتها الامهات دي كلها. بالظبط ما شاء الله. فعشان كده بيديك مناعه كويسه يعني.
يعني. ايوه قال لي ان هتكون المناعه معاك كويسه، لان السرسوب اللي واخده ده الاكثر من عجله والده في نفس اليوم. ان شاء الله ايمن باذن الله لما يكبروا كده ويوصلوا اوزان هنيجي نصور معاك تاني باذن الله. واكيد انا ليا رجعه تاني ان شاء الله يا دكتور، بس ان شاء الله الجايه هتكون باذن الله انتهت ان شاء الله يعني. على بركه الله. الله يبارك لك يا ايمن. شكرا حبيبي، شكرين يا غالي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله.